أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين، يقول أحسن الله إليكم: إذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين مع المدعي، فما هو الحكم؟ ما تقبل يمينه مع وجود الشاهدين العدلين، ما تطلب منه اليمين، ولو حلف ما تقبل منه، يقضى عليه بالبينة. نعم.